ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات لما قال رجل: اللهم يا رب القرآن اغفر لفلان الذي مات، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: مه منه بدأ وإليه يعود، وضبطت منه بدأ ومنه يعود، كما في الأسماء والصفات البيهقي، وذكر ذلك في الشعب، شعب الإيمان، ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، قال: هذا إسناد معروف في كتب الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البعض قد ضعف هذا الأثر، لكن هذا الأثر يذكره أهل السنة والجماعة، وهو إسناد معروف، وأهل السنة والجماعة يذكرونه في كتبهم. فإذا ابن عباس ماذا قال؟ فوثب إليه، وثب، مع أنه كان في مقام موت وما شابه ذلك، لكنه أراد أن تحفظ العقيدة فوثب إليه. وماذا قال له؟ قال: مه، كلمة تدل على شدة الإنكار. وفي الرواية الأخرى: ثكلتك أمك، وهذا إندل يدل على أن المسلم لا يتوانى في صد البدع التي تخل بالعقيدة، فما ظنك فيما لو كان أمر يتعلق باسم من أسمائه وبصفة من صفاته. ولذلك هؤلاء هم قدوتنا. وثب يدل على أن الأمر خطير، لو كان الأمر هينا كان بإمكانه أن ينكر دون وثبة. ثم أيضا أغرض في القول، قال: مه، زجر ونهي، وقال: ثكلتك أمك. وهذا يفيدنا بفائدة أن على طالب العلم وعلى المسلم أن يحفظ عقيدته وأن ينشر العقيدة الصحيحة، ولا يتوانى ولا يلتفت إلى كثرة أهل البدع والأهواء. فالله ناصره.